وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا عبابيل، ترميهم بهجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بالعالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. আমরা সেই মাগরিব থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত ছোট ছোট আকারে হলেও উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি আপনারা নিশ্চয়ই একটা ধারণা
নিয়েছেন বা বুঝতে পেরেছেন যে দিনিয়াত মুনাসার মক্তব যেটা বলেছে এবং সেটা করে দেখানোর পরিপূর্ণ চেষ্টা করে এবং সেটা করবে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক এলাকার জন্য তো ভাই আপনাদের এখন লাস্ট একটু মতামত নিই যে আপনারা কি বলছেন যে দিনিয়াত মুনাসার মক্তব আপনারা শুরু করবেন না করবেন না দরকার প্রয়োজন আছে কি নেই অবশ্যই ইনশাআল্লাহ প্রয়োজন আছে তাহলে ইনশাআল্লাহ যে সমস্ত বাচ্চারা এখানে প্রিমিশন করেছে যদি আপনারাও শুরু করেন একদিন একটা সময় আসবে যে আপনার এলাকার বাচ্চারা যারা এখন জিরো আছে কিছু জানে না তারাও ইনশাআল্লাহ শুধু এই মসজিদে নয় তারাও বিভিন্ন ওই সমস্ত এলাকায় যেখানে মক্তব নেই যেখানে দিন থেকে মানুষ দূরে সরে আছে সেখানে গিয়ে তারা ইনশাআল্লাহ দিনের আলো জ্বালাতে পারবে একটা মানুষের কাছে প্রতিভা তারা তুলে ধরতে পারবে ইনশাআল্লাহ সে করবে ইনশাআল্লাহ মেহনতটা আচ্ছা এখন পর্যন্ত ফর্ম কথা লাগিয়েছে